الهلال سيدي رمضان، صوت المدفع ولبان صليت التراويح والقرآن، حاجة أخرى في القروان. وفي شهر الصيام موعدكم مع الحياة فهم برمجة بتمام، تبدأ معاكم من الصبحية للسهرية برمجة بالعطر تفوح سليمة لبدان وانت عاشة الروح. من العدل الموجة عاد 93 برشة مفاجآت تستنى فيكم. رمضان سنة على الحياة فهم، دنيا أخرى. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى صح شري بيتكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك. عدد جديد نبدأه اليوم على بركة الله، مسار السفر. ركزوا كل مرة مع وليداتنا اللي عايشين خارج أرض هذا الوطن العزيز، خاصة الطلبة. حبوا نشوفوا متابعة عن قرب للطلبة وليداتنا كي يسافروا البرة وكي يقرأوا البرة وكي يعملوا البحث العلمي البرة، شنو المتابعة اللي يلقاوها وهما كيفاش يعملوا رتور لبلادنا وكيفاش يجيبولنا تكنولوجيا وشنو ينجموا يفيدونا بعد ما كيف ما نقولوا صرفت عليهم تونس وخرجتهم ومشاو يقراوا البرة. إذن ما نطولوش عليكم هالمقدمة، ضيفنا اليوم من الصين، الحياة فهم الليلة في الصين في جمهورية الصين الشعبية. مباشرة من الصين خونا يسري بن صالح. يسري مساء الخير. مساء النور، مساء النور سي طارق، مساء النور التونس الكل، رمضانكم مبروك ومرسي بوكو على الاستضافة. كل عام تحي بخير يسري. انا قلت مساء الخير ولكن في الصين تو عندكم سحور ظهر لي، دونك صباح الخير. صباح الخير سحور. سحور تسحرتوا صح بالشفاء. مرحبا بك. يعيشك. مرحبا بك، ان شاء الله على قليله نعطيوك احساس انك توا في بلادك ولو معناتها فيرتويال، ولكن توا كمان على اذاعه الحياه فهم. اذا يسري باش نبداو معاك مسيرتك من تونس وانت ماشي، معناتها كان تعرفنا بروحك، تقولنا وين قريت في تونس، معناتها الفاز نتاعك في تونس اون اتوندون لين مشيت للصين. باهي، مرسي بوكو. دونك يسري بن صالح، 29 سنة، أصيل ولاية المهدية معتمدية شربان. يعني في الباركور الأكاديميك متاعي، يعني كما الطلبة كل، يعني قريت الباشلر ديجري، يعني قريت الليسانس في مجال يعني كل ما هو يخص الاي تي. بعد تالي يعني قريت في إصادة مهدية، يعني أون كولابوراسيون مع سانتيتيان فرنسا، يعني كو دبلوماسيون. بعد تالي قريت الماستر ديجري في الإصادة، يعني إصادة كاسترين وكايروان يونيفرسيتي. بعد تالي يعني عملت الانجينيري البي اتش دي في ليكول دانجينيور متاع صفاقس. وبعد تالي وجدتني الاوبورتونيتي يعني باش يعني باش نكمل في الصين. دونك يعني خرجت نكمل في الدكتوراه نتاعي يعني في الصين، دونك اون كولابوراسيون ما بين لينيس و ايكول يعني في الدومين دو لاي تي هنا في الصين. دونك انت ولد جامعه القيروان، معناتها انت عملت الماستر نتاعك شهاده الماجستير في القيروان في اصاله الجسترين. اصاله الجسترين اللي هي تعود بالنظر لجامعه القيروان، ومن بعدين مشيت عملت معناتها بديت في الدكتوراه نتاعك في المدرسه القوميه للمهندسين في صفاقس، وطبعا فما معناتها مشيت للصين باش تكمل الدكتوراه. شنو الاختصاص نتاعك يا يسري؟ والله الاختصاص نتاعي يعني كمبيوتر ساينس، يعني كل ما يخص يعني علوم البرمجيات. لهنا نستغل يعني على تطبيقات يعني الذكاء الاصطناعي في مجال يعني الكمبيوتر فيجن، كل ما هو
يعني التصوير، يعني كل ما هو التصوير يعني نستعمله الكاميرا زونسيت سويت يعني باش نخدموا على التكنولوجيا اللي نستعملوها في السيارات ذاتية القيادة وفي برشة تطبيقات أخرى. نعم الكمبيوتر فيجن، الكمبيوتر فيجن لا فيزيون بار اورديناتور اللي يستعملوها في السيارات مثلا ذات القيادة الذاتية وفي برشة مجالات أخرى، معناها اوبجكت ديتكشن وكل حاجات هذه كمان في الروبو في الاندستري، يعني باش نجمو نعملو الانسبكسيون تاع لي زوبجي يعني ا ديستونس، السيارات ذاتية القيادة، في الدرون، في برشة تطبيقات يعني مسح العقاري، فما عندهم برشة تطبيقات. نعم نعم في المسح العقاري، في الغابات، في معناها اكتشاف الحرائق الى اخره الى اخره. باهي انت كمشيت للصين باش تكمل الدكتوراه نتاعك، احكينا على البروسيدور كيفاش انت معناتها لقيت الكولابوراسيون هذه مع ايكول في الصين، ومعناتها احكي لنا بخاطر الساده المستمعين الكرام خاصه وليداتنا الطلبه نحبوهم يعرفوا معناها البروسيدور كيفاش عملت انت باش لقيت روحك في الصين تكمل في الدكتوراه نتاعك. والله يعني كما نقولوا الفرصة، يعني كما نقولوا لوجدت وحدي، يعني وقتها أنا نقرأ يعني في ليكول دانجينيور متاع صفاقس، ووقتها يعني لوجك السير انترنت وكل شيء، لقيت الوبورتينيتي هذه مع اليونيفرسيتي هذه. دونك حكيت وقتها مع لونكادري متاعي كل شيء، قلت له نحب نخرج كل شيء، قال لي ما يسألش يعني كل شيء، ويعني تنجم تخدم يعني كولابوراسيون. دونك وقتها خرجت للصين، وبعد تالي كي خرجت يعني ما قصيتش على قرايه في تونس، لا بالعكس عملت كولابوراسيون ما بين اليونيفرسيتي اللي نقرا فيها في الصين وما بين ليكول دانجينيور في سويس. دونك خرجت وعملت ديجا عملت برنامج يعني نتاع شراكه، وحلينا البيبان يعني الطلبه اخرين يعني باش ينجموا يقراوا يعني ياخذوا يستمتعوا بنفس الفرصه اللي جاتني. دونك عملنا بروجي دو ريشيرش بين لي دو يونيفرسيتي. نعم بون لي زوبورتونيتي اللي انت كنت سبب باش يتحلوا بين معناتها بين جامعه صفاقس وبين الجامعه اللي تقرا فيها في الصين، تو نحكيوا عليها شويه اخر، اما ما انت انا نحب نمشي بشويه بشويه. دونك انت توا كي خرجت كيفاش خرجت؟ خرجت عندك بورس والا على حسابك، والا معناتها انا هي الجهات اللي في تونس اللي عاونتك، معناها ابار لونكادر نتاعك اللي عطاك ليتر دو ريكومونداسيون، وال معناتها الجهات في تونس اللي ربما معناتها عاونتك باش تخرج معناتها. والله خرجت يعني بورسي عن التشاينيز جوفرمنت، يعني خرجت بورسي على التشاينيز جوفرمنت وقت الدوسي نتاعي جمهوريه الصين. وين قدمت؟ معناها قدمت سفاره الصين في تونس؟ لا يعني قدمت ديريكت يعني مع لونيفرسيتي شينواز، يعني ما عندي حتى اتصال بالسفاره الصينيه في تونس. نعم دونك ديريكت مو يعني قدمت على لونيفرسيتي في الصين سكولارشيب بورس. نعم سكولارشيب حالته الجامعه اللي انت تقرا فيها توا. دونك قدمت وشافوا السكور نتاعك وكل شيء، لقاوك معناها تنجم تواصل معاهم، وبيان سير عملوك انترفيو ولا ما عملكش انترفيو؟ اي بالطبيعة فما انترفيو، وفما زاد يعني لازمك يعني انجلش بروفيشنسي يعني سيرتيفيكيت، يعني فما سيرتيفيكيت لازم يكون عندك في الانجليزيه وكل شيء. اي خاطر هي اتس بيت كومبيتيتيف، يعني فيها تنافسيه شويه يعني الحكايه، يعني باش تاخذ بورس وكل شيء ما تنجم يعني. الحق كي قريت في الباشلور ديجري يعني يعني في الدفعة نتاعي تخرجت الأول، وفي الماستير يعني تخرجت في الدفعة يعني تخرجت الثاني. دونك السكور نتاعي كانوا باهين يعني في الليسانس وفي الماستير ما شاء الله. ودونك هنا معناتها باش معناتها كيف ما نقولوا نلفتوا انتباه وليداتنا الطلبة اللي في تونس اللي ربما عندهم طموح زاد هما باش يخرجوا، أنه اللغة الإنجليزية تعاون برشا، معناتها لازمك تكون قوي في اللغة الإنجليزية باش كيتقدم على الكونكور من نوع ذاية في الصين ولا في ألمانيا ولا في كذا تلقى روحك معناها تتقبل. أو صحيح يعني الإنجليزية مهمة برشا، مي بدرجة أقل يعني في الدول يعني كما نقولوا في الصين يعني بدرجة أقل، يعني كما نقولوا تنجم تلقى يونيفرسيتي ما فيهاش يعني الريكويرمنت هذه بالنسبة للغة الإنجليزية. نعم معناتها تنجم تلقى يونيفرسيتي في الصين اللي ما تطلبش اللغة الإنجليزية يعني من اللي دونك شنو هي اللغه اللي تقرا بها غديك انت باش كملت البي اتش دي نتاعك؟ باش تكمل في قرايتك انت تاو بالانجلي ولا بالصينيه؟ انجلش توت بروجرام يعني بالانجليزيه. نعم الانستراكشن لانجويج هي اللغه الانجليزيه. باهي وصلنا تاو للصين غديك،
احكي لنا على ايامك الاولى، معناتها كيفاش بديت غديك في الصين، كيفاش تعاملت مع لونكادرور نتاعك غديك، كيفاش لقيت استقبال، السكن نتاعك كيفاش سكنت؟ يسري اذا نحاولوا، يبدو ان الصوت انقطع مع ولدنا يسري طالب في الصين، اذا نحاولوا الزملاء التقنيين يعاودوا يتصلوا به. تسمع فيا انت توا دونك؟ هذه هي ظروف المباشر، وطبعا انت تتكلم فينا من الصين معني يصير شويه هكا انقطاع، مش مشكل من حين لاخر، ولكن نتداركوه ان شاء الله. اذا قلت لك احكي لي على ايامات الاولى اللي انت وصلت فيها للصين، كيفاش لي متلولة، كيفاش عملت الانسكريبسيون، كيفاش دخلت معناتها في كيف ما نقولوا ثقافة أخرى، كيفاش مشيت معناتها السكن نتاعك، اندرا وفروا لك السكن ولا أنت كريت؟ احكي لنا على كل شهر شهرين الوالك معناتها أول ما وصلت غديك شنو عملت. هو يعني الحاجات اللي توفرها يعني باش يزوك من المطار. نعم، اذا مشكل في التواصل، فما عندنا مشكله في ربما في الكونيكسيون، مش مشكل نعاودوا معناتها نتصلوا بيك، نعاودوا نتصلوا بيك، يبدو انه انقطع معناتها الاتصال. اذا طبعا يسري هو معناتها عايش في الصين، كان يقرا، كان يعمل دكتوراه في جامعه صفاقس المدرسه القوميه للمهندسين، ومن بعدين معناتها كيف ما نقولوا لقى سكولارشيب، معناتها فما جامعة في الصين، معناتها الجامعات اللي موجودين البرة انهم يفتحوا معناتها سكولارشيب يسميوه، معناتها يعطيو بورس، وعندهم المنطق اللي يسميوه تكافؤ الفرص ايكوال اوبورتونيتي، وتكافؤ الفرص هذايا معناتها ما يحلوش كان للصينيين ولكن يحلوا للناس الكل، وبالتالي اي طالب ينجم يقدم. وكيف ما قال هو it's a bit competitive، bit competitive معناها التنافسية عالية شوية. إذا نرجع معنا يسري الصوت تقص شوية، دونك كنا نحكي وقلت لك معناتها أحكي لي على الفترة الأولى وصلت فيها الصين، كيفاش دخلت في معناها كيف ما نقوله مجتمع ربما غريب عليك شوية، كيفاش لقيت روحك في السكن، قلت لي عرضونا في المطار، إيه كمل لي. هو السيرفيس اللي توفره الجامعات الصينيه هما يعني دوما توصل يعني يوفروا لك سيرفيس انه مش يهزوك من المطار وباش يعملوا لك الكومباني مو يعني المره الاولى، يعني كيما نقول يخصصوا فما طلبه مخصصين اللي هما يعني يقوموا بالشيء هذا، اللي هما يعني يعاونوك يعني دوما توصل المطار يستقبلوك ويهزوك يعني يهزوك لليونيفرسيتي تعمل التسجيل نتاعك. طلبة هما يكونوا يشتغلوا كايجنت يعني مع يعني مع السكول اوف انترناشونال ايديوكيشن، يشتغلوا معهم كايجنت وهم يعني يكونوا بالسيرفيسات، دونك كل ما يخص يعني الترسيم، كل ما يخص البي اس بي يعني مع البوليس ستيشن، كل ما يخص يعني الاقامه، دونك هما الطلبه هذوكم يعني هما يعاونوا. نعم، معناها الطلبه هما يتكفلوا بارشاد زميلهم اللي هو جاي جديد، يعني فهم. نعم، يقوموا هما معناتها يعاونوك باش انك تقوم بالاجراءات الكل، الاجراءات اللي تخص الاقامه نتاعك وتخص السكن وتخص معناها الترسيم نتاعك في الجامعه. اذا هذيا كان قبل معناتها هذه الفتره الاولانيه، معناتها كيفاش ايامك الاولى معناتها في الصين، في انتظار ان ندخلوا في اختصاصك وندخلوا معناتها بالضبط الاختصاص اللي تعمل فيه والحياه نتاعك في الجامعه هذيك. اذا نخرجوا فاصل ثم نرجعوا نواصلوا مع يسري من الصين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نجدد لكم التحيه من اذاعه الحياه فم، مازلنا معكم ومازلنا مع الصين. الحياه فم تحل الليله في جمهوريه الصين الشعبيه، مازال معنا يسري نجدد لك التحيه. عسلامة سيدار، عايشك، مرحبا بك مرة أخرى. إذا يسري، بدينا معك على مسارك الأكاديمي في تونس، وثم كيفاش معناتها لقيت منح الدراسة في جمهورية الصين. توا باش نتعداو باش نحكيو على مواضيع أخرى، باش نحكيو على مناخ الأعمال في الصين، باش نحكيو على العلاقات الصينية
الإفريقية، وطبعا كنقول الإفريقية معتها اللي هم تونس، وبش نحكيه على شركة رثمينو اللي أنت معتها كنت من مؤسسين متاعها إلى آخره. إذا نبدأ بمناخ الأعمال في الصين، كانت تعطينا فكرة يسري على مناخ الأعمال في الصين. هو يعني باش نربطوا ما بين المسار الاكاديمي ومناخ الاعمال، فما يعني فما نقطه نحب نتطرق لها لقسمه. يعني هو يعني وقت اللي اي طالب في الصين، يعني وقت اللي يوصل الصين، فما كما نقول فما دي كومبيتيشن، فما دي انترشيب وانوفيشن بروجرامز. دونك يعني كما نقولوا كي وصلت لهنا للصين، فيكو يعني كان عندك الميل يعني باش ندخل في مجاليات الاعمال والابتكار وكل شيء لهنا في الصين. دونك شاركت في لي كومبيتيسيون يعني المتاحين. الحقيقه يعني ثم يعني كومبيتيسيون اللي هي على المستوى الوطني، يعني كما نقولوا ناشونال ليفل في الصين. وقت خذينا الثيرد برايز اللي هي البرونزيه. يعني كما نقول الكومبيتيسيون هذه هي انترنت بلاس، اللي هي من اكبر لي كومبيتيسيون في الصين. يعني تلقى فيها اكثر من 20 ابليكانت، اكثر من 20 يعني 20,000 متسابق. نعم. دونك خذينا الثيرد برايز. يعني البروجي وقتها كان هوم اون ذا كلاود، يعني كيفاش نستعملوا البلوك تشين والكلاود كومبيوتينج والاي او تي، يعني في مجال يعني كيما نقولوا السمارت هومز، انترنت الاشياء في المنازل الذكيه. نعم. دونك وقت اخذنا جائزه ثالثه على من 20,000 من 20,000 اخذتوا الجائزه الثالثه. اي اخذنا الجائزه الثالثه. وفما زاد كي تقول اخذنا يسري، سامحني نحب ديما نفسر السادة المستمعين، كي تقول اخذنا تحكي بصيغه الجمع، اش معناها اخذنا؟ ايكيب انتوما، فريق مع بعضكم؟ معايا تيم. اي معايا تيم. التيم هذا الفريق، يعني الفريق هذا شكون اللي فيه؟ معناتها انت ومعاك ناس من الصين، ولا معاك طلبه من دول اخرى، ولا معايا زوج طلبه؟ معايا زوج طلبه من الصين، وطالب من بنغلاديش، وزوج من باكستان، وواحد من كوت ديفوار. دونك دخلتوا على المسابقه هذيك وخذيتوا معناها الميداليه البرونزيه، معناتها المركز الثالث. هاي المركز الثالث هي انترنت بلس كومبيتيشن. يعني حتى الطلبه في تونس، يعني هي ساعات يعني تحل دي بروجرام يعني على شان انترناسيونال، دونك حتى الطلبه ينجموا يعني يدخلوا للسيت نتاعها وينجموا حتى يقدموا على بروجرام اللي تحلهم. هي بصفه كما نقولوا بصفه سنويه يعني تحل. نعم. دونك دوري، يعني بصفه دوري. نعم. وكيفاش يفيقوا بها الطلبه نتاعنا؟ وين تهبط هذيا؟ اما يدخلوا على يعني على سيت اوفيسيال، يعني جست يكتبوا حتى في جوجل، يعني يكتبوا انترنت بلس كومبيتيشن تشاينا، يعني نجموا يلقاو لي ديتاي وكل شيء ويحلوا. يعني كما نقولوا شوف هي بصفه سنويه، يعني بريسك تحل كل سبتمبر من كل سنه. يعني واللي ينجح فيها واللي ينجح فيها وياخذ ميداليه، معناتها ياخذ دعم مادي، معناها تمويلات باش كمل لي فيها. باهي نجحت وخذيتوا المركز الثالث، وبعدين ياخذ يعني ياخذ دعم مادي، وياخذ حتى الدعم يعني كما نقولوا لوجيستي، يعني باش يحل اذا يحب يحل انتربريز ولا حاجه. نعم. ويكون عنده الحاجه الاخرى اللي يربحها ممكن مور فاليبل، اللي هي هو يبني النتورك نتاعو، يعني مع الجوفرمنت اوفيسرز، مع الانفستورز، مع المنتورز، مع يعني يفهم الايكو سيستم، يعني يعمل علاقات في الايكو سيستم في المجال هذاك. نعم. دونك هذا هي لي بليز امبورطون. دونك انتم خذيتوا المركز الثالث، خذيتوا المركز الثالث الميداليه البرونزيه، دونك انتم تحصلتوا على دعم لوجستي وخذيتوا دعم مادي، ومن بعدين اي خذينا دعم مادي من الجفرمنت ومن اليونيفرسيتي. فيكو عملنا كما نقولوا عملنا حاجه ترجع بالفايده وعلى الايماج نتاع اليونيفرسيتي، دونك حتى الجامعه تدعمك زاد. نعم. وبعد تالي زاد شاركنا في دي بروجرام اخرين، يعني على المستوى المقاطع، يعني كما نقولوا البروفانس، ولا كما نقولوا الولايه في تونس. يعني زاد ربحنا جائزه اخرى. الجائزه الاخرى يعني في اللي منظمتها يعني فري تريد زون اندستري بارك، يعني هذه منظمتها نقول مناطق تاع تبادل تجاري حر يعني في الصين. دونك وقت اخذنا يعني الجائزه الاولى، وخذينا يعني دي بري في نفس البروجيكت، وخذينا يعني دي بري من الكومبيتيشن هذه. نعم. اذا قبل ما نواصلوا يسري، خلينا ديما نركزوا على النقاط الايجابيه، معناتها انه خطر الطلبه وليداتنا اللي هما مليانين بالطاقه ومليانين بالعلم ومليانين كذا،
نحبوا ديما نقولوا لهم راهو مش معناها كان الدوله يزمك تعمل عليها باش تخدم ولا معناتها زعما باش هي تجيب لك الخدمه حتى الباب الدار، لا فما مسابقات عالميه وفما كما نقولوا اوبورتونيتي معناتها في جميع دول العالم تنجم تقدم عليها، واذا كان مخك فيه ومليان بالعلم ومليان بالتكنولوجيا راك معناتها تقلع بلاستك في العالم كامل هكا ولا؟ اي صحيح. هو انا علاش جبت النقطه هذه نتاع لي كومبيتيسيون كل شيء، خاطر انت كيما تنجم تكون طالب عادي يعني جوست تمشي تقرا ونسيد سويت، والا تنجم يعني تكون عندك هكا الفضول، تكون عندك الرغبه يعني باش تشارك في دي بروغرام وخلينا كل شيء، وهذاك اللي يخليك يعني تبني علاقات، يخليك تعرف مستثمرين، يخليك تعرف يعني الايكو سيستم كيفاش يدور، كيفاش يمشي، شنو هما لي زوبورتونيتي الموجودين فيه، شنو هما البزنس موديل تنجم يعني تخدم عليهم في الايكو سيستم هذاك. ما ننساوش اللي نظام الاعمال في الصين يعني مختلف، يعني حتى كما نقول على الاقل في حتى في اللغه اللي استعملوها وكل شيء، يعني حتى في الانترنت زاد البروتوكول اللي استعملوه دونك مختلف يعني عن اللي نعرفوه في تونس وفي الاتحاد الاوروبي وكل شيء. دونك لي كومبيتيسيون هذوكم كل شيء يعني يخليوني يعني باش نفهم الايكو سيستم شنو هو فيه، شنو هما لي انفستيسور، على شنو يركزوا، شنو هما لي اوبورتونيتي، تعمل ان كارني دادريس يعني نتاع يعني نتاع بيت نجم تعاونك في الباركور نتاعك. نعم به توا نفوتوا مرحله توا خذيتوا البري معناها خذيتوا البرايس وخذيتوا دعم مادي وعندكم دعم لوجيستي ومن بعدين حليتوا شركه هكا بلاتفورم، دونك كمل لي في المسار هذا. اي دونك ال يعني الباك جراوند هذا خلاني يعني ديجا زاد تعرفت على مستثمر صيني في هو زار قبل تونس، يعني يعرفها حتى كما نقول يعرف صفاقس ويعرف تونس كما نقولوا عاد فيها عامين، يعني تعرفنا على بعضنا كل شيء، وهذاك يعني بديت معاه يعني يعني كما نقولوا حليت الانتربريز يعني هي ريكمينو ونجيو بعد شنو هي الاسم نتاعها وشنو المغزى نتاعها وكل شيء. دونك حليت السوسيتي هذيك يعني بيزد على الباك جراوند وبيزد على الاكسبيرينس اللي بنيتها يعني في لي كومبيتيسيون في هذوك من سي دي سوي. وميم طون تكمل في قرايتك يا يسري هكا ولا؟ اي ما ضيعتش قرايتك معناتها؟ لا 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 الحمد لله الحمد لله وربي يوفقك. قديش انا فخور بيك بصراحه ونتصور اي واحد يسمع فيك تو فخور بيك. دونك انت تواصل في قرايتك باش تاخذ الدكتوراه نتاعك، وفي نفس الوقت معناها بعثت شركه بمعيه ثله من الزملاء من بنغلاديش من الصين الى اخره، ثم معناتها بديتوا في الشركه هذه. احكي لي الشركه هذه شنو تعمل، معناتها فسر لي الشركه هذه شنو تعمل. بيه يعني هو حتى كي يعني دوما قبل حتى ما نمشي للصين يعني التارجت نتاعي والبربز من مشي للصين هو خاطر جاتني اوبورتونيتي في بلجيكا يعني في نفس الوقت مع الصين، لكن خيرت الصين علاش؟ خاطر يعني كنت عندي فكره انه الصين يعني توا يعني كما نقولوا بيانتو هي كما نقولوا مش كون يعني من الدول يعني الرائده في مجال التكنولوجيا. نعم اي رائده في مجال التكنولوجيا بوسونس مونديال. دونك قلت الصين فيها اوبورتونيتي اكثر واللي هي تخليني نجم نوصل للتارجت نتاعي هو اني نعمل حاجه لتونس. دونك نعم قلت نمشي للصين خير. يسري بس يسري عايش ولدي واسمح لي معناها انا ناديك ولدي معناها توا باش ديما نفسروا باش ديما حتى المسؤولين اللي يسمعوا فينا معناتها يعرفوا العالم شنو اللي فيه، ونتصور انا توسم فيهم الخير نتصور راهم يعرفوا. دونك انت توا كي مشيت باش تحل الشركه نتاعك وانت طالب معناها، دونك الشركه هذه هي عباره عن ستارت اب والا انتربريز معناتها كامله، دونك ما اصطدمتش بك العوائق البيروقراطيه وبرجي بالورقه ذيك والورقه الاخرى والتمبري هذا والتمبري الاخر والمص وهذا والمص والاخر. دونك بالله ركز لي لهنا خاطر ما هو شنو تو العالم ولا معناتها عباره عن قريه الكترونيه صغيره والناس الكل تستفيد من بعضها. هو الحق يعني الانتربريز يعني كحليتها في نهار، يعني في نهار تحلت الانتربريز وخذيت كل شيء يعني بالله يزيد عاود لي يعني بالله يزيد عاود لي. يبدو اني كاني ما سمعتكش، سمعتك كما نحبك تعاود لي. الانتربريز حليتها في نهار في نهار الانتربريز تتحل يعني، وتلقى يعني الحاجه الباهيه الاخرى اللي تلقى لاسيستونس يعني حتى كي مش تعمل دي بروسيدير تلقى شكون يعاونك، فهمت؟ خاطر هما يركزوا برشا خاصه يعني كما هما يدعموا الصيني يدعموا حتى الاجنبي باش يوفروا له المناخ يوفروا له يعني الانفايرمنت باش هو يعني يبني الشركه نتاعو باش ينجح بها، خاطر باش ينتج
باش ينتج، لانك انت مش تنتج في البلاد هذيك معناتها بالله الغايب يبلغ، معناتها الحاضر يبلغ الغايب، السيد معناها حل الشركه نتاعو في النهار، بالله الحاضر يبلغ الغايب، وحتى الغايب كي يوصلوا الخبر بالله يزيد يعديه لك الاكسكلي، معناتها توا معناتها حليت الشركه نتاعك في النهار، كملي كملي والله توا انا توا شريبه ما بالله يا جماعه التقنيين كان تعملوا مزيه دونك كمل كمل يكمل لي صح شريبتك برا كمل. دونك يعني كما قلت لك تلقى يعني الدعم كامل يعني باش تعمل الانتربريز نتاعك، وهي الانتربريز يعني كما يقولوا يعني حبيتها تكون يعني جات هي من بزوان. البزوان هو كان كنت تخمم كيفاش لي زوبورتينيتي هذوما الموجودين اللي متوفرين لك انت كيسري في الصين كيفاش نجم توصلهم يعني لطلبه اخرين يعني وستارت ابير اخرين في تونس كل شيء وفي افريقيا بالطبيعه. نعم. دونك جات الفكره يعني نتاع الانتربريز هذه في قديمة يعني التارجت هو باش تعمل تو جيف باك باش تعمل حاجه للبلاد. دونك وقتها فما ان بروغرام على الانفستيسور هذا الشينوا دونك وقتها فما ان بروغرام وخدمنا اول بروغرام خدمناه معاه وقتها اون انفيتي يعني دي ستارت اب تونسيان وكل شيء بور ان بروغرام دو انوفاسيون انتربرينور شيب يعني خدمنا معاهم ان بروغرام وهذاك هو كانت نقطة الانطلاقة نتاعنا. بالنسبة ل يعني التيم نتاعنا يعني هو ملتي ناشونال تيم فيه كوفونداتور يعني من تونس وفيه وفما من بنغلاديش من الصين من كندا من جيرماني ألمانيا زامبيا. دونك هذا هو التيم نتاعنا يعني ملتي ناشونال. نعم متعدد الجنسيات معناتها الفريق نتاعكم متعدد الجنسيات. اما باقي يسري نحب نفهم الشركه اش تعمل، معناتها تبيع في برودوي والا معناتها تبيع في تكنولوجيا، تقوم بنقل التكنولوجيا من الصين للشمال افريقيا ولا افريقيا بشكل عام، اعطيني مجال نشاط الشركه هذه. هو احنا في الشركه يعني نخدموا على ترواز اكس. الاكس دول هو هي يعني هو ديجيتال اكسلريتور، يعني ديجيتال اكسلريتور يخدم بين الصين اوفرسي يعني مع الدول الافريقيه. ديجيتال اكسلريتور هذا نخدم فيه توسكي لو بروغرام دينوفاسيون ودونتربرينورشيب ما بين الصين وال يعني والدول الافريقيه. في الغرض هذا يعني عملنا بلاتفورم هذه تخول كل طالب تخول كل ستارت ابير وكل شيء باش يعمل الاكونت نتاعو يعني على البلاتفورم نتاعنا وكل شيء باش يلقى يعني لي زوبورتينيتي مع وفي نفس الوقت باش يعمل ماتش ميكينغ مع لي انفستيسور يعني كوم سي هو موجود في الصين. يعني البلاتفورم هذه تخول له هو في تونس في صفاقس في معرفش وين ينجم يعني يلقى نفس لي زوبورتينيتي نجم يلقى تونسي اخر موجود في الصين. وهذا هو كانت يعني خليني انت كطالب في تونس خليني نبسط شويه كطالب. خليني نبسط شويه سامحني يسري على المقاطعه. يعني انتم عملتوا منصه رقميه، المنصه الرقميه هذه تحطوا فيها معناها مجالات الاستثمار والفرص المتاحه في الصين باش زملائكم معناها اللي موجودين في تونس او في افريقيا بشكل عام ينجموا يعرفوا معناها الفرص اللي موجوده باش يحلوا هما لي ستارت اب. وستارت اب نذكروا ان ستارت اب هي عباره عن نواه صغيره وشركه صغيره تبدا ومن بعدين تكبر تولي شركه كبيره، هكا بالضبط؟ اي صح. دونك هذه هي ليدي دو بلاتفورم. دونك انت كاتيديون ولا ستارت اب تنجم تلقى لي زوبورتينيتي كيك سوا في مجال لي ستارت ابس كيك سوا في مجال حتى في مجال الدراسه اذا تحب تقرا في الصين يعني تنجم تلقى يعني لي بورس مع دي زونيفرسيتي احنا ديجا عملنا معاهم دي بارتنيريا كل شيء. دونك احنا ناخذ اون شارج يعني البروسيدير كامله نتاع الريجستريشن نتاعك وكل شيء. البلاتفورم هذه يعني انت تحب انفستيسور كيك سوا انت في تونس يعني تحب انفستيسور كل شيء يعني فوزيت يعني انتريسي باش تخدم مع الايكو سيستم في الصين يعني تنجم تلقى انفستيسور عن طريق البلاتفورم نتاعنا. والا حتى اذا انت كستارت اب في تونس تحب تعمل سكيل اب تحب تلانسي الانتربريز نتاعك في الصين ثم لاندينغ سيرفيسز يعني نوفرهم لك في كونسلتينغ في التريننغ وفي اللاندينغ بالنسبه لك انت لهنا يعني باش تعمل ريجستريشن والسيت اب نتاعك في الصين. دونك هذايا المجال الاول يعني اللي نشتغلوا عليه كل ما بس هذايا المجال الاول يسري. قبل ما نتعداو المجالات اخرى دونك خليني ديما نبسط لوليداتنا الموجودين في تونس، خاطر وليداتنا الموجودين في تونس معناها نحب نقول لهم راهو في عوض انك تمشي
تمشي ترمي روحك في البحر ومعناها وتسافر بطريقة غير شرعية وغير نظامية، راو تنجم تدخل على البلاتفورم هذوما وتنجم تلقى معناها ممول من الصين عن طريق المنصة الرقمية هذية، وتنجم تلقى معناتها فرص وتنجم تحل الشركة متاعك في الصين. إذا كان معناتها الفكرة عجبت الممول وكل شيء واقتنعت ووفروا لك معناها الظروف، وقتها أنت تولي تنجم تمشي للصين بطريقة شرعية. هكا كان غلط، صلح لي. صح، لا لا صح، هذاك هو دونك يعني حبينا ديما الباز هو انه شاركوا لي زوبورتينيتي هذوما مع الطلبه التوانسه والافارقه ونعملوا الجسر التقني في مجال ولقيتوا من تونس لقيتوا معناها التجاوب. فما طلبه في تونس مشاو معاكم، فما طلبه في تونس معناها بحثوا دي ستارت اب معناتها في الصين. اعطيني تجربتك معناها الى اي حد معناها نجحتوا في الحكايه هذه لحد الان. بيه. هو يعني بالنسبة في مجال الشركات الناشئة، احنا الحق عملنا بلوزير بروجرام يعني في مجال الشركات الناشئة وكل شيء. عملنا يعني اول بروجرام كان هو تشاينا نورث افريكا تيك فورم، اللي هو يعني اون انفيتي يعني دي انفستيسور ودي دي منتورز من الصين وكل شيء، وان انفيتي دي ستارت اب من تونس. يعني خدمنا معهم البروجرام وقت ديجا حتى في متزاير وسيدي سويد. دونك هو هذا اول بروجرام. مي بالنسبه في مجال الايدوكيشن كونسلتنسي اللي هو يعني للطلبه اللي يحبوا يقراوا في الصين، مالوريزمون يعني كما تعرفوا يعني البانداميك دونك يعني سي امبوسيبل توا يعني باش ايتيديون باش ينجم يدخل للصين. حتى دونك يعني كما نقولوا توا فما طلب يقدموا على قرايه في الصين مي ما نجموش يجيوا للصين. دونك هذا ظرف استثنائي وعالمي ديجا معناتها، ومعناها سونر ليت معناتها عاجلا او اجلا باش يرفعوا ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي ما ترجع الامور عاديه، ولكن هذا ظرف استثنائي ما نجمش يكون هو المقياس نتاعنا. اي اكيد هو انا نبشر به يعني الطلبه حتى اللي يسمعوا فينا توا نبشر به يعني ان شاء الله يعني ابارتير في بالي من سبتمبر يعني مش تحل الصين بالنسبه للطلبه. وفوزيت لي بينفيني يعني باش تقدموا بحوله يعني لقاو منا كل دعم كل شيء. فما يعني فما دي زونيفرسيتي باقي نعملوا معاهم في دي بارتنريا كل شيء، بارتنريا كل ما يخص يعني القرايه في الصين. وحتى بعتلي انت كطالب جيت قريت في الصين لهنا مش ماكش تضيع، بعتلي بحوله يعني مع الاندستري نور اللي احنا عاملين معهم بارتنريا ام بو فوركوموندي يعني باش تشتغل معاهم وباش نعملوا لاكومبانيمون تاعك. حتى بعد تالي في فيكو نخدم في مجال الشركات الناشئه دونك نعمل معاك اكومبانيمون باش حتى كي بعد ما شنو هي الشروط اللي لازم تتوفر في الطالب التونسي باش ينجم يجيك بحذاكم وينجم يدخل في معناتها يبعث الشركه ناشئه؟ فماش شروط معينه؟ فماش فلوس يدفعها؟ فماش والله في كطالب يحب يجي يقرا للصين يعني فما ريكويرمنت تفرضهم الجامعه والدوله هذيك القرايه. انا نحكي على واحد مثلا يحب يعمل ستارت اب، واحد الطالب مازال يقرا ولا مازال كيتخرج مهندس ولا كذا، اذا يحب ما عادش حب يقرا، هو يحب يخدم على روحه ويحب يستثمر، ما لقاش شغل ربما في تونس دونك يحب يعمل ستارت اب في الصين، دونك شنو هي الشروط ربما اللي لازم تتوفر فيه؟ اذا هو عنده ستارت اب يعني ديجا تخدم كل شيء دونك فما دي بروجرام ديجا توا فما بروجرام محلول نجم يدخلوا يعني عسيت نجم نقدموا فيه. هي هاي كول كومبيتيشن، هي فيها دي فون كبار برشا ديجا، هي سبونسوريزي من تشاينيز جوفرمنت اللي الستارت اب توانسي نجموا يدخلوا ونجموا يقدموا. الديدلاين هي 30 افريل يعني نجموا يدخلوا يقدموا على اجل 30 افريل. نعم 30 افريل يعني مفتوح يعني في مجال الذكاء الاصطناعي في ار اي ار الانشور تيك الهيلث تيك فما برشا روبوتكس فما برشا مجالات يعني محلوله فيه. دونك يقدموا على البروجرام هذا ينجموا يجيو لهنا يعني ياخذوا كما نقولوا اذا هما يعني عندهم ستارت ابس بار اكزامبل في تونس ينجموا ياخذوا ديز انفستيسمون بالنسبه للبروجي نتاعها، والا اذا البروجي نتاعو يعني سكيلابل وينجم يتحل هنا في الصين دونك باش يلقى الدعم كامل يعني حتى من البي حتى للريجستريشن نتاعو لهنا كل شيء يعني باش يلقاها دونك. نفهم من هذا انه مثلا
مثلا يطلبوا ايتيد دو بروجي، مثلا دراسه مشروع، والا مجرد الفكره ويناقشوها معك في انترفيو، والا شنو يطلبوا معناتها؟ هذه اذا كان واحد عنده ستارت اب ديجا تخدم، هذيك امور واضحه. اما واحد مش يبدا من الزيرو، انا ديما نحب نسهل على وليداتنا ونحل لهم فرص ونعطيهم امل في ان يراو الفرص ديما موجوده في العالم. دونك واحد عنده مجرد الفكره يحب ومقتنع بفكرته وكل شيء، كيفاش نجموا يو ستاند اب فور هيم؟ معناها كيفاش نجموا تقفوا له معناتها؟ والله هو بالنسبه يعني في النقطه هذه نحب نتطرق لها. هو بالنسبه لي هو يعني كايتيديوم مازال عنده كفكره ينجم يعني يقدم، حتى يعني يعمل بزنس بلان للفكره نتاعو كل شيء. واي نوت يعني، واي نوت يعني قدم الفكره هذيك وعلاش لا يعني تقبل اذا الفكره انوفونت ويعني الانفستورز يعني يشوفوها يعني فيها يعني بوتنشال يعني بوتنسيال يعني باش تكبر كل شيء، علاش ليه؟ مي في نفس الوقت احنا باش كما نقولوا باش نبنيو، احنا خاطر باقي نبنيو في جسر، دونك احنا بيزد وي ار بيزد يعني الهيد كوارتر موجود لهنا في الصين في شيان. مي في نفس الوقت انا ريسامون يعني عملنا الانتربريز نتاعنا في تونس، يعني باش نوصلوا يعني كونكريتمون يعني لي ستوديون في تونس. البلاتفورم نتاعنا يعني قدمنا بها على يعني الوزارة نتاع التكنولوجيا المعلومات، واخذين لابيل يعني ستارت اب بالنسبة للانتربريز نتاعنا في تونس. دونك هذيك مش تخول يعني باش يكون عندنا ان شاء الله دايركت كونتاكت يعني مع لي ستوديون باش نعملوا لهم ان شاء الله اكومبانيمون يعني يكون سير بلاس. وفي نفس الوقت يعني اون لونسي دي كلوب انيفرسيتير، دونك في كالك انيفرسيتي في ساتوسا، في لينيك نتاع جيبس، في الاسبري، في نتاع اللغات في تونس، ايزيت بيجا. دونك هذوما دي زونيفرسيتي ديجا عملنا فيهم دي كلوب باش خاطر احنا ديجا عندنا انشطه نخدموهم مع لي زيتيديون كل شيء. دونك كيك سوا يعني انوفيشن وركشوبس اللي هما باش يكونوا مع دي منتور ديجا ملتي ناشونال يعني منتورز في مجال الابتكار وريادة الأعمال، باش نعملوا معهم دي وركشوب. في مجال الدراسة في الصين يعني باش نعملوا معهم انفو سيشنز كيفاش نجم يقراوا في الصين، شنو مالي بورس سينسيت سويت. في مجال يعني الستارت ابس كومبيتيشن والبوت كامبس سينسيت سويت. دونك هذوما يعني تو احنا عندنا انتربريز في تونس لابيليزي يعني ستارت اب اكت، وفي نفس الوقت انا عندنا ديجا دي كلوب. دونك الطلبة كل نجموا يعني ينضموا للكوميونيتي نتاعنا في تونس. وبعدين مش نلقاو يعني ستاف في تونس ان شاء الله اللي هم شي يعني مش يسهل لهم المعلومه يبسط لهم. في نفس الوقت اذا فما اكومبانيمون ان شاء الله ينجم يسير لي زيتيديون هذوما باش يكونوا حاضرين يعني في الجورني هذه في مجال الشركات الناشئه وكل شيء، يعني يلقاو الدعم كامل ان شاء الله مع الكيب نتاعنا. نعم، اذا اثلجت صدري يا يسري، بارك الله فيك. وهذا هو الشباب اللي معناتها احنا نحبوه. باش نستسمحك الحديث معك حلو برشا ومشجع وبرشا انرجي بوزيتيف، دونك باش نستسمحك باش نخرجوا فاصل ثم نرجعوا نواصلوا بقيه النقاش نتاعنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى نجدد لكم تحيه من اذاعه الحياه فهم، اذاعه القيروان للصحه. الحقيقه معناتها ديما نسمعوا فك الخطاب نتاع تونس مشات وتونس ما عادش فيها وتونس ما نجموش وتونس ما لا سيدي رانا نجمو، والطاقات الشبابيه اللي عندنا، وخاصه انه توا معناتها ما عادش تتعلل بالثرواتها وما عندناش بترولها وما عندناش فحم حجري وما عندناش ذهبها وما عندناش لا توا راهو معناتها اغنى ناس في العالم ما عندهمش لا بترول ولا عندهم كذا، عندهم مخ يخمم وعندهم تكنولوجيا وعنده بي سي قدامه ويخدم على روحه. اذا مازلنا في النقاش وفي الحوار نتاعنا مع ولدنا يسري في الصين. يسري نجددوا لك التحيه. يسري عسلامه وين نسمع فيك؟ اي فوالا. دونك يسري نواصلوا في كان تزيد تعطينا هكا توضح لنا الشركات الناشئه لي ستارت اب معناتها، ومن بعدين نتعداو المحور اخر في نقاشنا الليله ان شاء الله. نجمو نحكيو على العلاقات الصينيه الافريقيه، نجمو نحكيو على الشركه تيان مارت، وطبعا الشركات الناشئه والتعاون التونسي الصيني.
اوكي دونك يعني احنا باش نكمل من النقطه اللي فينا منها اللي هي نعم. يعني لي تروازاكس اللي نشتغلوا عليه نعم. دونك الاكس الاول كما حكيت يعني بكري تسكي انوفيشن وانتربرينورشيب يعني ابتكار ومبادره نعم انتربرينوريا وفي في الغرض هذا يعني عندنا بلاتفورم دونك اي ديون ولا اي ستارت اب يعني يحب يعني يلقى دي زوبورتينيتي انفستيسمون ولا منتورشيب ولا ايتوديون يحب يقرا في يحب يقرا في الصين وكل شيء دونك على البلاتفورم فماش متابعه وتوجيه هي اكيد هو يعني هو احنا ديجا هذاك علاش يعني خممنا في مالجري انه ديما نسمع تونس مع شبيه تونس مع شنو والوضع ما يعجبش مي احنا مالجري سا يعني انا لونسي نوتر انتربريز يعني في تونس يعني باش يكونوا قراب يعني للجيتيديون توينس وكل شيء باش هم يعملوا لهم المتابعة يعني يكون سيرتر يكونك يسيرك الدايركت كونتاكت يعني مع الجيتيديون مع الستارتابير وسيدي سويت نعم معنى اللي عنده فكرة يعني قبل ما تكمل لي في لي دوزاكس الاخرين معنى اللي عنده فكرة متاع مشروع يتعمل على ربي ويحاول وربما يجي للشركة متاعكم الموجودة في تونس وانتم تقدموا له معنى نصيح توجهوها بحكم ديرايتكم ومعرفتكم بالسوق الصينية اي اكيد هو يعني اي واحد يعني مرحبا به دو هو كما تعرف يعني تو حتى توجيهم بعد ان شاء الله يعني السوق الصينية يعني هي اكبر سوق استهلاكية في العالم نعم. في نفس الوقت يعني فما ميزات اخرى يعني اضافة ونترقلهم بعد يعني خاصة من البانداميك التوى يعني فما ميزات أخرى يعني دولات متواجدة في المناخ الأعمال الصيني في السوق الصينية كل شيء نعم. واللي هي حتى عن طريق يعني الليبرغرام اللي صاروا مؤخرا عن طريق الحكومة الصينية والليبرغرام كولابوراسيون مع أفريقيا كما الفوكاك ونسيدي سبيت دونك فما أكثر فرص أكثر يعني يعني كما يقولوا إمكانية باش أنه الطالب الافريقي والا الشركه الناشئه في افريقيا يعني باش تستفيد من مناخ الاعمال في الصين نعم هو هي الجائحه معناها سكرت برشا بيبان وسكرت برشا شركات واحد كل شيء ولكن في نفس الوقت حلت مجالات اخرى خلى حتى في الدراسه حلت معناتها وسائل الدراسه عن بعد حلت معناتها التيلي ترافاي معناتها برشا حاجات معناتها كانت عندها زاد استغلت بعض الدول باش تعمل حاجات اخرى تتماشى مع الوضع اي هو جنرال ديما الاوبئه تكون يعني مسرع لل يعني كما نقولوا مسرع لل كما نقولوا البعض الاعمال يعني يكونوا مثال خاصه كي نحكيوا على الانترنت كل شيء دونك ديجا البانديميك هذه يعني خليت يعني عملت اكسلريشن يعني يعني سورت اوف بزنسز يعني في مجال مثل الذكاء الاصطناعي في مجال التيك يعني اللي نحكيوا يعني على لي بلاتفورم يعني نتاع في المجال نتاع الهيلث تيك الانشور تيك يعني كما نقول الفيديو كونفرنس كما زوم دونك زوم استفاد من اكثر التجارب الناجحه من اكثر يعني اللي البرامج اللي استفادت من البانديميك هذه يعني الشيفر دافير يعني ميتبلي ممكن 500 مره يعني الشيفر دافير نتاعها نعم دونك على ذكر الهيلثتيك يعني على ذكر الهيلثتيك يا يسري احنا معناتها نفتحوا قوس صغير احنا الاذاعه نتاعنا هي إذاعة القيروان للصحة معناها احنا مختصين في الصحة وطبعا الصحة مفهومها الشامل يعني مش كان طبيب واحد دونك بالنسبة للهيلث تيك كيف ما يقولوا فيها يو كاونت اس ان معناها إذا كان فما كونفيرونس في الهيلث تيك ولا حاجة احنا راهو أبوابنا مفتوحة إن شاء الله باش نكونوا السند ليكم معناها على الأقل في تونس ان شاء الله ان شاء الله هو يعني بالنسبه للريجاردينغ هيلث تيك كما قلت يعني فما الكومبيتيشن فما البروغرام هذا خاصه من نحكيوا على الشركات الناشئه فما بروغرام بالحق انا بارتي بالنسبه لاي شركه تونسيه في مجال عاود نذكر في مجال الذكاء الاصطناعي في الروبوتيك خاصه في مجال الهيلث تيك يعني نجموا يدخلوا يعني يقدموا على الهايكول دونك نجموا نقولوا التكنولوجيا الصحه هيلث تيك اي التكنولوجيا يعني في مجال الصحه مجال الصحه نعم في مجال الصحه نعم اذا كملي لي دوزاكس الاخرين يا يسر الاكس الثاني اللي نشتغل عليه هو في مجال يعني ديجيتال ترانسفورميشن اند هاو تو فيل ذا جاب يعني كيفاش نقصوا الجاب ما بين افريقيا والبقيه العالم عن طريق نقل التكنولوجيا دونك نقل التكنولوجيا هو الاوت سورسينج يعني كيفاش احنا ثم فجوه ما بين افريقيا وما بين بقيه الدول نعم
وانتوما معناها تخدموا على نقل التكنولوجيا معناتها من طبعا من الدول المتقدمه مثل الصين للافريقيا معناتها وتونس احنا تهمنا تونس معناها. صح هو يعني هذه يعني حاجه كما نقول يشتغلوا بها حتى برشا دول. نعم. فما دي بزنس موديل سون ديجا ابروفي يعني فما بزنس مودلز اللي هما ديجا كما نقولوا اثبتوا نجاحهم في بعض يعني بعض الدول كما الصين وما سيدي سويد. البزنس موديل هذوكم وي تراي تو لوكالايز يعني نحاولوا كيفاش البزنس موديل هذيك والتكنولوجيا هذيك نخلوهم يعني باش ننقلوهم ونخليهم يعني نعمل الادابتاسيون لازمة بالطبيعه باش يكون باش تنجح يعني في الدول يعني كيما نقول المتاخره شويه كيما يعني تونس بالمقارنه بالصين ويخلينا هذاك باش نختصروا بعض السنوات خاطر احنا هذايا اللي ديجا نشتغلوا عليه. يعني باش نفسروا سامحني على المقاطعة خويا يسري دونك هي فما دول عملت تجارب وقضات سنوات تخدم على معناها في اتجاهات معينة وانتوما معناتها فما دول أخرى في عوض أني تقعد تجرب وتشوف وكذا وكذا هاو فما بزنس موديل معناتها جربته الصين واليابان وكذا وكذا ونجح وعطى أكله دونك انتوما تحاولوا تنقلوه معناتها البلدان هذه باش تربعوها الوقت في عوض هي تقعد تجرب من الصفر معناها هكا. صح هو ديجا سي طارق حتى نمشيو يعني كي نحكيو على الصين هي الصين يعني يعني كما نقولوا الثورة الصناعية والا حتى بداية يعني التقدم يعني بالنسبة للصين صار عن طريق برنامج اسمه 1000 تالنت يعني 1000 كفاءة. البرنامج هذا هو ديجا بدا الفكرة نتاعو هو نقل التكنولوجيا عن طريق استقطاب الكفاءات الصينية الموجودة في العالم كامل. دونك البرنامج هذا كي لانسيته يعني الحكومة الصينية وقتها هو قائم على استقطاب يعني الكفاءات الصينية الموجودة خارج الصين وقتها. نعم. أليبوك. وكما نقولوا عملوا معهم دي كما نقولوا بريتش مع الكفاءات هذوكم اللي هم يجيبوا نقل التكنولوجيا من الدول كيكسوا في اليو كي في اليو اس في الاوروب ويجيبوها يعني الصين. وهل هو تعبير مجازي هل هو تعبير مجازي 1000 موهبة معناها 1000 تالنت هل هو تعبير مجازي ام هم فعلا 1000 معناها خاطر كان باش نحكيوا على 1000 كان هي صحيحه معناتها نتصور انا في تونس عندنا اكثر من 1000 موهبه معناها في العالم. لا هو يعني هو كما نقولوا حاجه مجازيه فهمت اي مجازي يعني بالضبط ما خاطر 1000 تالنت معناتها ربما من القروان تو نلملك انا 500 ولا 200 ولا مش بالعدد هو مش بلا هي رمزيه معناها رمزيه نعم. في كندا فما بروجرام اخر مماثل اسمه 100 شير يعني 100 كرسي في كندا تشير المقصود به كرسي ولا باترون معناها كرسي 100 كرسي لا كيك الكرسي احنا في تونس تبارك الله كملوا في اللكس دونك نفس الكونسيبت اللي احنا يعني اللي نخدمه به هو دونك هو في الغرض هذا يعني فما ان شاء الله يعني فما ان بروجي البروجي هو في مجال الفينتك كما تعرف يعني يعني في الفينتك والإيكوميرس يعني كما تعرف الصين هي اول بلاد اكثر بلاد متقدمه في مجال يعني الفينتك وفي مجال الإيكوميرس دونك فما برنامج ان شاء الله يعني سيسرا لونسي يعني في تونس اللي هو يعني سوشيال ميديا موبايل بيمنت بلاتفورم دونك البلاتفورم هذه يعني مش كون كسوشيال ميديا دونك تخول للعباد يعني باش تكومينيكي مع بعضها سيفلي وفي نفس الوقت باش تعمل المانجمنت نتاع البزنس نتاعك كيك سوا انت ستارت اب ولا كيك سوا انت انتربريز تحب تعمل المانجمنت نتاع الاتش ار نتاعك تحب تعمل يعني الماركتينغ للسيرفيس نتاعك عن طريق السوشيال ميديا هذه وفي نفس الافونتاج اللي تخوله توفر لك السوشيال ميديا هذه هو انك يعني تخليك في كونتاكت يعني مباشر مع اللي فورنيسير سبلايرز يعني تشاينيز سبلايرز في نفس الوقت يعني باش تعمل البروموشن نتاع لي برودوي نتاعك عن طريق الشانلز اللي توفرهم لك يعني البلاتفورم هذه وفي نفس الوقت باش تعمل البيمنت كيك سوا انت ميرشنت يعني انت تاجر ولا حاجه تحب تعمل البيمنت تقبل فلوس تدفع فلوس كل شيء يعني عن طريق البلاتفورم هذا دونك هذا اول بروجرام ان شاء الله مش سيسور لونسي يعني ان شاء الله اسبيرو ان شاء الله في شهر هذا افريل نعم. ان شاء الله نمشي كل نصي في تونس. نعم يسري تو انت لهنا معناتها انا فما سؤال يطرح نفسه بصراحه دونك انت تو معناتها انت والفريق نتاعك تحاولوا معناتها تنقلوا التكنولوجيا لتونس الافريقي به احنا خلينا في تونس معناتها انت كي تحاول تنقل التكنولوجيا لتونس معناتها تحب تربح تونس سنوات تحب تونس تخلط على القطار
باهي دونك لهنا من المفروض اني صلت معناها في تونس معناها كما نقولوا تساندك وتكون معناها بالعكس انت هاك تخدم في البلاد من المفروض انه تلقى معناتها مساعده كبيره معناتها من البعثات الدبلوماسيه من السلطات الاشراف دونك احكي لي لهنا فماشي تواصل بيناتكم فماشي معناتها كما نقولوا تشجيع مادي معنوي لوجستي؟ والله الحق هو كما حكيت بكري يعني هو يعني جاء يعني خيرت الصين على بلجيكا وقتها خاطر باش نعمل حاجه لتونس دونك ديما هذا هو ديما هذا هو الوجه وهذا هو التارجت يعني ريغاردليس الحكومه عاونتك ولا ما عاونتكش دونك بحول هذه هي يعني الشمام اي صحيح لكن تستفيد المستفيد تو صحيح انت عندك شركه ما تخدم على روحك معناتها انت ماكش تخدم مع تشاريتي معناتها تخدم على روحك ولكن في نفس الوقت انت معناتها تجلب في التكنولوجيا تونس ونحن محتاجين التكنولوجيا شكون مش محتاج تكنولوجيا دونك لهنا انت من المفروض اني معناتها هنا السلطات يعني كما نقولوا على القليله تشجعك معناتها صحيح انت خيرت الصين ومعناتها ربطت تحاول تكون قنطره بين الصين وبين تونس ولكن احنا نحكيوا على تونس لهنا في تونس معناتها شنو الانطباع نتاع الناس كيفاش هنا المسؤولين يعاونوك ما يعاونوكش يسمعوك ما يسمعوكش يستقبلوك في مكاتبهم لا هو يعني في العام اللي فات وهذوما يعني كان عندنا دي بروجرام حتى مع تلك اكتورز في الايكوسيستم في تونس كيما وزاره الصناعه عن طريق سي قيس المجري كيما يعني لاتيا الاسوسيسيون تونيزيان دي لانتيليجونس ارتيفيسيال كيما لايتون اي تي افريكان يونيفرسيتي نتورك دونك هذوما عملنا معاهم الحق دي بروجرام وانا انفيتي ديجا حتى الفيبا هي فورن بروموشن انفستمنت ايجنسي اللي هي الوكاله دعم الاستثمار في تونس النهوض بالاستثمار في تونس دونك انا انفيتي يعني بور كيلك بروجرام في نفس الوقت انا انفيتي لهنا خدموا هذوما معناتها كيف ما نقولوا طبقوا على ارض الواقع ولا قاعده اجتماعات ومحضر جلسه ودرا شنو واوراق معناها معناتها تحكي لي معناتها وصلتوا للهدف اللي حبيتوا عليه والا نحكي لك في تونس في الصين اكيد انت هاك حليت شركه في نهار في الصين اما نحكي لك لهنا في تونس يندرى سمعوك وندرى معناتها طبق الكلام خاطر احنا في تونس الاجتماعات وهاي في وهاي في الدراسه وهاي في كذا برشا ولكن سور تيران صار ولا ما صارش؟ هو الحق وقتها لي بروجرام اللي عملناهم وقتها هما لجلب المستثمرين التونس باش نعرفوا بتونس ونجلب المستثمرين الحق عندنا ان بورتفوليو يعني ديزانفستيسور اللي هما انتريسي ديجا وكيما حكيت لك من الاول يعني فما حتى انفستيسور نعرفه بيرسونيلمون اللي هو يعرف تونس وعدى عامين يعرف صفاقس ويعرف دونك هما سون تري انتريسي باش يمشيو لتونس ان شاء الله يعني ديجا كانوا حتى دي بروغرام ان اورغانيزي عملناه ولا لكن في البانديميك يعني نعم في البانديميك يعني تكنسلو ان شاء الله يعني بعد البانديميك فما كلك انفستيسور ان شاء الله مش يجيو لتونس مي احنا لي بروغرام عملناهم بالنسبه لينا يعني نجحنا فيهم علاش خاطر عملنا الكونتاكت يعني مع الاوفيسرز في تونس وتو ان شاء الله يعني مش ديجا لي بروغرام ان شاء الله مش لانسيوهم اللي هما ان شاء الله مش نحاولوا نستغلوا فيهم مع لي زيليمون اللي عملنا معاهم لي كونتاكت قبل في لي بروغرام تاعنا في لي ميتينغز مع سي سوي. نعم باهي ان شاء الله معناتها انت قلت ان شاء الله وانا زاد نقول ان شاء الله ربي سهل دونك لهنا مثلا السفاره نتاعنا في الصين عندكمش اتصال بها البعثات الدبلوماسيه نتاعنا غديكا معناتها عندكم كونتاكت بهم فما متابعه فما تشجيع فما يسهلوكم شي بعض الاجراءات؟ والله السفاره يعني ديجا خدمنا معاهم بروجرام الو اي نسمع السفارة ديجا خدمنا مع السفارة ديجا خدمنا معهم بروجرام يعني عملناه دونك نعرفهم يعني السفارة يعني حتى اللي يخدموا فيها يعني نعرفهم بيرسونيل مو كيما سي عبد الباسط سي انور سي سويت الحق متعاونين تو بي اونست هذوما متعاونين هذوما تحكي على البعثة الدبلوماسية التونسية في الصين اي باهي دونك احنا نستغلوا الفرصة هذه وبما انهم متعاونين نقول لهم بارك الله فيكم نوجه لهم تحية من إذاعة الحياة فهم وربي يبارك لكم إن شاء الله جميعا تفضل وصل دونك الحق متعاونين ديجا عملنا معهم دي بروجرام دونك هذا بالنسبة لنا يعني بالنسبة للبرنامج يعني بتاع نقل التكنولوجيا في نفس الوقت إن شاء الله أنا فورنيسور هو مش إن شاء الله مش يوفر دي برودوي يعني
هاردوير كما نحكيه على داتا سنترز فور ان انفراستركتور يعني نتاع انكيباتور سينو تونسيا ان شاء الله في تونس. وهذا البروجرام يعني مقدمين به يعني مع السولات ان شاء الله يعني يلقى يعني استجابه من السولات. اليوم يكون يعني سينو تونسيان انوفيشن سنتر اللي هو يكون بازي في تونس يعني كبلاتفورم على افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. والله يسري بصراحه انا نتابع انا قريب ياسر من الاجواء معناتها نتاع خاصه الجامعيين وكل شيء ومعناها نحب نبعث طاقه ايجابيه للناس الجامعيين والشباب نتاعنا. فما ثوره كبيره ثوره عقول قاعده تصير توا وبالحق معناتها بالنسبه للناس اللي متشائمين من مستقبل تونس نقول لهم ليه ما تتشائموش لانه والله معناتها نحكي لك بكل صدق راهو خاصه في وزاره التعليم العالي وزاره الصناعه معناتها فما بالحق معناتها فما ناس تحب تخدم وفما ناس تحب على مصلحه تونس وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناتها في القريب العاجل بلادنا مش تلتحق بالركب ان شاء الله. معني احنا ما كيف ما نقولوا ما نضحكوش على رواحنا وكل شيء وبحول الله المجهودات والله مش رمي ورود انا معناتها قاعد نخلط فيهم قاعد نشوف فيهم فما ناس تخدم بالباهي 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 سواء كان في المجال البحث العلمي سواء كان في الاعتماد الاكاديمي في الجوده في رقمنه الاداره في برشا حاجات. ولكن طبعا نحن راهو الموروث طويل برشا وشويه صبر وشويه شويه وقت وشويه نحترموا معناتها بعضنا وشويه نحترموا الوقت ونحترموا الاداره ونحترموا خدمتنا ونخدموا على رواحنا وبيحاول ليه نوصلوا بيحاول ليه نوصلوا بيحاول ليه نوصلوا تروفوا ان شاء الله. هو يعني بالنسبه للجامعيين وكل شيء هو صحيح يعني الحق هو مهم برشا انك باش تقرا وكل شيء وانسيتويت مي في نفس الوقت يعني ديما الانسان يعني يبني يعني من روحه ومن القدرات نتاعو يعني شنو ينجم بالحق يقدم للاندستري وكل شيء. وهذا يعني كما نقولوا حتى بالنسبه كي نحكيوا على الوزاره لازم يكون ثم تثمين للبحث العلمي يعني البحث العلمي يكون موجه لخدمه الصناعه دونك هذا سي تريز امبورطون. وعلاش لا يعني كما نقولوا ما نعملوش كانوفيشن بول اللي هو يعني كما نقولوا يربط لي ريشيرش كيكس فار اكزامبل في الماستر ولا في البي اتش دي مع شركات مع شركات الناشئه دونك ربط المخابر البحث مع شركات الناشئه ودونك هذا يكون مهم برشا للشركات الناشئه في حد ذاته في الار ان دي في الريسيرش اند ديفلوبمنت نتاعها وفي نفس الوقت يعني للكفاءات يعني تعمل في البحث وكل شيء دونك يكون ديجا يخدم سيرفيس ديال ستارت اب اللي هو ينجم يخولهم بعد تالي حتى يعني كما نقولوا يلتحق بالليكيب نتاع الستارت اب وكل شيء. دونك هذه من الافكار اللي تنجم يعني تنجم كما نقولوا تحل شويه يعني المشكله بالنسبه للطلبه يعني نتاع البي اتش دي وكل شيء. وفي نفس الوقت يعني الحق يعني حتى كنشوف لهنا فما طلبه توانسه مثلا يقراوا بوست دوك كل شيء يعني ما بعد البي اتش دي الحق عندهم اوبورتونيتي كبيره عندهم برشا حاجات يعني مستمتعين بها كما نقولوا اللي بورس يعني السالري نتاعهم يعني الشهريه اللي ياخذوهم يعني الحق حاجه ديفالور حاجه بها برشا ياخذوا فيها فما امتيازات يعني ياخذوا فيها وان شاء الله يعني اونيسي ان شاء الله خاصه بعد البانديميك دونك هم ينجموا حتى من تو يعني نجموا يتصلوا بينا ان شاء الله بعد البانديميك علاش لا يعني نوفروا لهم الفرصه هذه باش يجيو باش يعملوا الريسيرش هنا في الصين وينجم يكون حتى كما حكينا بكري على البانديميك انها تسرع المجال نتاع الديجيتاليزاسيون علاش ما نجموش يعملوا حتى الريسيرش نتاعهم حتى اونلاين يعني حتى عن بعد. كما نعرفوا لهنا الصين هي فيها كما نقولوا هي مصنع العالم دونك فما برشا دي زونتربريز صينيه وكل شيء توا مركزه على البحث العلمي تحب تعمل ار ان دي تحب تطور لي برودكت نتاعها كل شيء واحنا في تونس عندنا لي شيرشر دونك علاش ليه ما تصيرش شكل الربط يعني اتفاقيات شراكه معناها في البحث العلمي ولا في الانوفاسيون ولا في الابتكار. نعم صح صح دونك يخلي الطلبه نتاعنا كامل ريسيرش بالحق خاطر الصين انا حسب ما نشوف يعني مركزه برشا وحاجتها برشا كل ما يخص يعني التطوير يعني تطوير لي برودكتس نتاعها كل شيء ار ان دي ار ان دي ديبارتمنت وفي نفس الوقت يعني حتى الجامعات الصينيه باقيه تخدم على الرانكينج نتاعها باش تكون مصنفه يعني عالميا وباقيين يحبوا يعني اكثر طلبه ويحبوا اكثر يعني يكون اكل البرودكشن يعني في مجال البحث العلمي اكل اكثر بيبرز يعني الاوراق المنشورات العلميه وكل شيء. دونك سي تريز انتريسون حتى يعني على مستوى الوزاره علاش ليه ما يصيرش اتفاقيات كيما هكا خاطر الصين بالحق يعني تلوج بالحق يعني فما اوبورتونيتي كبيره بالنسبه للطلبه لهنا باش يخدموا في المجال هذا. نعم ان شاء الله ان شاء الله على يديكم الحج وان شاء الله تصير اتفاقيه شراكه
معناها بين مثلا جامعة القيروان وبين الجامعة اللي انت فيها ولا بين جامعات صينية أخرى، ومش كان جامعة القيروان الجامعات الكل. إذن قدش عندك الوقت تو يسري؟ توا 7:15 دونك وقيت باش تحضر روحك وتمشي تخدم على روحك. دونك يسري سهرناك معانا وتشرفنا برشا، معناتها باش نعطيك كلمة حرة في النهاية قبل ما نقولك إن شاء الله نهارك طيب. احنا توا باش نمشي ونرقدو وانت توا قصد ربي تخدم على روحك، دونك كلمة حرة ليك يا يسري. حسيرو مرسي بوكو يعني على الـ for your time، يعني على الاستضافة وعلى الفرصة هي يعني باش نحكي يعني على الراديو متاع حياة فهم. إن شاء الله يعني كما نقولوا خلينا نكونوا إيجابيين وكل شيء، خلينا نكونوا مركزين يعني على التارجت بتاعنا. إن شاء الله يعني ثم برشا حاجات يعني باهية إن شاء الله يعني في المستقبل القريب بالنسبة يعني إن شاء الله أبورتي يعني بالنسبة لتونس وبالنسبة للطلبة التونس وكل شيء. خليكم يعني مركزين وخليكم يعني تركزوا يعني على البوتنسيال اللي عندكم، لي بوين فور اللي عندكم، راهي الفرص موجوده وكل شيء. دونك جوست كما نقولوا دي جوست تشتغلوا على رواحكم وكل شيء، وبحول الله يعني اللي يخدم بالطبيعه ما يخيبش. حاجه اخرى حبيت نقول يعني حتى بالنسبه لحاجه اخرى حبيت نطرق لها، حتى بالنسبه للشباب احنا عندنا برشا دي فريلانسرز في تونس كل شيء يحبوا يشتغلوا في مجال الايكوميرس وسيد سويت. دونك هيك علاش يعني نجموا حتى عن طريق الشركه تي ان ماغ يعني نجموا يعملوا الايكوميرس، نجموا يعملوا الريتيل او نجموا يعملوا دروب شيبينغ سيد سويت يعني عن طريق الشركه نتاعنا هذه. نعم. دونك مرحبا بهم. دونك هذه اوبورتونيتي وباب اخر حلينا ان شاء الله للفريلانسرز وللانتربرنور التونسي اللي يخدموا في المجال الايكوميرس. بحول الله يعني كما نقولوا المستقبل الجاي خير ان شاء الله، ورب يوفقنا ان شاء الله لخدمه تونس، وان شاء الله يعني يكون عندنا ان شاء الله كي نكملوا الاجراءات نتاعنا ان شاء الله في تونس، علاش يعني يكون الليكيب نتاعنا يعني لوكال غادي ان شاء الله يكون عنده يعني يعني يصير اكثر تنسيق مع يعني الناشطين في الكيكسوا في المجتمع المدني ولا في مجال مناخ الاعمال، وعلاش ما نكونش حتى لقاء اخر معكم ان شاء الله في طبعا في تونس. ميرسي بوكو يعني على الاستضافة. والله هو في الحقيقة يسري أنا يلزمني نشكرك على هالطاقة الإيجابية اللي بعثتها في شبابنا اللي يسمعوا فينا توا. بارك الله فيك وسهرناك معنا وربي فضلك يا يسري. نحب نقول معناتها يزينا ماك الطاقة السلبية، راهو نجمو وعنا الطاقات الشبابية متاعنا. الحقيقة أنا نحب نستغل هنا الفرصة ونحب نوجه نداء لخيانا، معناتها الناس اللي تخدم بالحق خاصة البعثات الدبلوماسية اللي موجودة في دول العالم الكل، رانا معناتها نحبوا كما نقولوا تدخلوا معنا، ونحبوا معناتها نسلطوا ضوء على وليداتنا القاعدين يبدعوا وينتجوا وقاعدين يساهموا في نقل التكنولوجيا لبلادنا. نذكروا أنه الجمعة الجاية إن شاء الله باش يكون معنا الضيف من إسبانيا. إن شاء الله معناتها الناس الكل معناتها كما نقولوا وخاصة البعثات الدبلوماسية إن شاء الله كي نوجهوا لهم معناها نداء ولا انفيتاسيون باش يقبلوا معناها ما يصعبوهاش علينا. احنا الهدف نتاعنا هو باش نخدموا البلاد، والهدف نتاعنا أنه باش نعملوا متابعة لوليداتنا اللي قاعدين معناتها يتعبوا ويشقاوا في الغربة باش يجيبوا التونس معناتها التكنولوجيا وغيرها. إذا ما نطولش عليكم مستمعينا الكرام، بارك الله فيكم على متابعتنا هذه الحلقة الأولى، وإن شاء الله نتلقاه إن شاء الله إذا ربي سبحانه وتعالى يسر الجمعة الجاية نهار الاثنين. نجدد لكم التحية من إذاعة الحياة فهم، إذاعة القيرون للصحة. تصبح على خير الناس الكل، وربي ينور ذاتكم. هلا هلال سيدي رمضان، صوت المدفع ولبان صلاة التراويح والقرآن، حاجة أخرى في القروان. في شهر الصيام موعدكم مع الحياة فهم برمجة بتمام، تبدأ معكم من الصبحية للسهرية برمجة بالعطر تفوح سليمة لبدان وانت عاشت الروح. من العدل الموجة عاد 93 برشة مفاجآت تستنى فيكم. رمضان سنة على الحياة فهم دنيا أخرى.